سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ اش تتعودوا؟ تنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن صحه ان شاء الله. ايوا البنات، كي صبحتوا؟ انا اليوم صراحه صبحت شويه عيانه، بلوتو كنت ديجا عيانه بالليل، كانت شداني الشقيقه، كان دارني راسي بزاف. يعني حدي ساليت لي تروك لي مهمين عندي في الدار، وراجعت مع ولدي وصافي ومشيت نعست. خليت كل شيء كما هو في الكوزينه، كاع الماعن لا ديال الكوتي ولا حتى الطاجين ديال العشاء، يعني كل شيء بقى في الكوزينه، ما قصت والو. ميم العشاء ما تعشيتش معاهم كاع البارح، يعني خليت الطاجين تاي طيب هكا فوق العافيه، على عافيه مهيله هشام اللي قابله، وانا ساليت غير حدي، ساليت لي طاش ديالي وكملت مع اسماعيل لي زيكزارسيس ديالو، صافي مشيت تكيت في بيتي. دونك بقات الكوزينه كيف تتشوفوا يعني تترحل. المهم نطع الصباح ضربت غسله لذاك الماعن كاملين، كما تيقولوا تنباتوا مع الميتين ونصبحوا مع العايشين. ضربت واحد الغسله كامله لهذوك الميعنات وجمعت لافابو ديالي، وغنبداو ان شاء الله في الروتين ديالنا ديال اليوم البنات. واللي مازال ما درتش ليا اللايك الزوين ديالها ما تنسانيش في اللايك، وما تنساونيش في الكومونتيرات الغزالين في حالكم اللي تعطوني طاقه ايجابيه. صافي هنايا جمعت الميعنات كاملين، غسلتهم ومسحت الجنيبات هكا ديال لافابو من داك الماء. هذا واحد التفاح جابو هشام البارح، واحد صاحبو جابو ليه من تفاح ديال ميدل تاع البنات، عارتو غزال وحلو، كل وحده قدها قداش. جاب ليه شويه ديال التفاح ذوقو منه، وجاب ليه واحد جوج رمانات. ايوا يلا حيدتهم هكا من البلاستيكه وتنغسل فيهم. ما عرفتي تبارك الله قداش فيه الصغير وفيه الكبير، ولكن كاينين شي وحدات تبارك الله. صافي غنحطهم هنايا، لقيت وحده اللي كانت طايبه بزاف، كانت غادي تخرج لي على التفاح كامل، حيدتها لحتها. هي صبحت والو البنات اليوم، والله ما قديت كاع نفطر، دونك غادي ناخذ غير شويه ديال الكونفليكس وصافي نحيدو به، غير ما تبقاش المعده هكا خاويه. بعض المرات سبحان الله تتفيق عندك الشهيه مفتوحه، تديري فطير زويون، وبعض المرات والو تتبغي يعني ديري اي حاجه وصافي، غير المهم ما تخليش معدتك تدور على الخوا. اول حاجه بديت بها البنات هي درت واحد العصير ديال ليمون وخيزو، طحنتو تعجبني هكا في الغدا وتشهيت، وعرفتي شحال هذه ما درتو. داك النهار فاش خرجنا بان لي الليمون، خديت منه شي حبيبات وقلت غادي ندير ليمون بخيزو. دونك صافي انا تنقطع الليمون هكا كامل بهذه الطريقه ما تنعصروش، خديت غير جوج ليمونات نقيتهم، حيت لهم داك القشره البيضاء اللي تتكون من الفوق باش ما يجيكش هكا مر، ولا لقيتو شي عظيمه البنات تا هما حيدوهم باش ما يطحنوش مع العصير باش ما يمرروش. صافي تنقطع الليمون هكا بهذه الطريقه هذه، قطعت خيزو حتى هويا. المهم لا كونتيتي راه تتبقى اختياريه، كل واحد يدير لا كونتيتي اللي باغي. وغادي نزيد عليه واحد كاس ديال الماء، ابري درت شويه ديال الملحه، وغادي ندير شويه ديال القرفه، وما غاديش ندير السكر حتى ناخذ لا كونتيتي ديال هشام، داك الكاس ديال هشام اللي غادي يشرب، والباقي عاد ندير فيه السكر. وراه فريمون منعش عرفتي، والله الا تحسي براسك فاش تشربي تعطيك واحد الطاقه. دونك بديت به هو الاول، طحنته درته في الثلاجه باش هكا مع وقت الغدا يكون بارد. صافي انا غنحيد الكاس ديال هشام نخلي ابار، وعاد نزيدو حنا السكر ونعاود نطحنو عاوتاني من جديد. بالنسبه ليوم الغداء البنات غادي ندير الحيمه بالبرقوق والمشمش، ناخذ هنا شويه ديال المشمش والبرقوق، غادي نديرهم باش يتعسلوا شويه فوق العافيه. المهم هنا غسلتهم،
وخليتهم يستقطروا ودرتهم في هذه الكاسرونه هذه مع شويه ديال الماء. غادي ندير عليهم طريف ديال عويد ديال القرفه هكايا. ابري غادي ندير شويه ديال المليحه وشويه ديال السنيده. اللي تيبغي فيهم المذاق ديال الزهر يقدر يدير اقتراص ديال الزهر، انا ولادي ما تيبغيوش الزهر دونك ما تنديروش، مي حتى هو راه تيجي لذيذ بهذاك المذاق ديال الزهر. واللي ما عندوش حتى الزهر ليكيد يقدر يدير داك الساشي ديال الزهر اللي تيتباع ولي تنديرو في الحلوه ولا في الكيك. دونك صافي هنا راه درتهم دابا يا باش يتعسلوا ليا فوق العافيه. وهنا غادي ندوز ندير لي قمه اللي غادي ندير اللحم. المهم درت شويه ديال سكنجبير، شويه ديال خرقوم، شويه الثومه، شي 4 ديال الدروس يكونوا بعقلهم. درت السمن، الملحه، شويه ديال البزار، وهنا درت الخرقوم شعره، درتو في شويه ديال الماء سخون حتى طلق. وغنبدا نخلط به هذا الخليط ديالي، ولا شاطلي شي حاجه راه غادي نزيدها مع المريقه. انا عزيز عليا في الاول حتى يعني نتبل اللحم بوحدو، ومن الاحسن عاتي الواحد يديرو بالليل ويخليه، ولا يدير واحد 2 ولا 3 زوغ كاع قبل ويخليه حتى يشبع داك القامه مزيان عادي طيبو. ملي ما كانش عندك الوقت صافي دغيا دغيا، المهم دوزي في هاد القامه وعاد ديري في الطنجره ديالك. دونك هنا رقدتو شويه انا في هاد القامه هادي حتى تدخل فيه مزيان، وصافي دابا غادي نديرو في الطنجره. وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيت العاديه وشويه ديال الزيت الروميه، وصافي ونخليه يتشحر غير فهاديك القامه ديالو وفهاديك الزيت اللي درنا. صافي راه هو تيبدا يطلق شويه ديال الماء. وكيف تتشوفوا هنايا دابا راه تشحر. غادي نزيد عليه البصيله، المهم لا كونتيتي اللي تتبغيو، ولا تتبغيو الدغميره بزاف راه غادي تزيدوا البصله بزاف، تتبغيو غير شويه راه جوج بصيلات كافيين نتوما، يعني عينكم ميزانكم وعلى حسب عاوتاني شحال من واحد غادي يتغدى. انا اليوم ايناس يعني في ليكول غنتغدى غير انا وهشام واسماعيل، وايناس ما بغاتش نصيفط لها المرقه، قالت لي تنوسخ حالتي ويديا وهكا، تتبغي غير داكشي اللي ناشف في ليكول. دونك غنتغداو غير حنا بثلاثه. المهم هنايا غنخلي داك البصيله حتى هي تشحر وتهبط شويه مع اللحم. صافي من بعد ما نزلات هذيك البصيله مزيان غادي نزيد عليها الماء سخون ونخليه يطيب في امان الله وحفظه. وما نعاودش لكم على رويحه كانت طالعه يا البنات، تتحمق تتحمق مع داك السمن، ما نعاودش لكم. دونك هنا راه تشحر ليا داكشي مزيان، والبصيله صافي راها دابت. هنا زدت شويه ديال العسل باش غادي نعسل المريقه ديالي، اللي تيبغي يدير السكر يديرو، انا تندير عسيله. ونخليها تطيب حتى يعني توقف. بالنسبه لايناس هنا راه درت ليها غير شويه ديال لاداند هكايا مصوطي التشرميله ديالو، ودرت ليها شويه ديال الرز والمايس والطون باردين، سلطه بارده. هادشي اللي غادي نصيفط لها، ديجا تتبغي هي غير هادشي ولا لي توست هكا بالكاشير ولا فليكول، ما تتبغيش تبقى تغمس قالت ليا. ودرت ليها حتى هي شويه ديال الخيزو هكا بالليمون نصيفطو ليها. وحنا الغديوه ديالنا هي راها وجدات، دونك صافي مشى هشام يدي الماكله وغادي يرجع وغادي يلقى الغديوه واجده. ما درت لا صلاد لا والو البنات غير المريقه ومع داك خيزو بالليمون. هادشي ما كان، الله يجعل شي بركه. وفي العشيه غادي يجي عندي السيد اللي غادي يركب ليا البنات لي زيطاجير، وانا فرحانه بزاف بزاف بزاف، ما نعاودش لكم شحال جاو فنين. عرفتي تنمسح فيهم وانا مبتسمه. والله حتى تيحمقوا، عرفتي راه فاش جاو الدراري في العشيه من ليكول، عرفتي اون فوا دخلوا للتواليت، واو ماما ناري، والله حتى صرعتيهم. اسماعيل قال لي ماما والله حتى عندك الذوق. ولكن راه واخا تقدروا هكا تشوفوهم في لا فيديو يجيوكم يعني سامبل، مي والله حتى لو توب، جاو تيحمقوا تيحمقوا، يعني خصكم تشوفوهم هكا مباشره. صافي هنايا ضربت لهم واحد المسحه من بعد ما سال السيد، واحد السيد الله يعطيه صحيحته، يعني داك الشيء اللي تيصاوب غزال ومتقون، وسيد شارب الحرفه ديالو والله العظيم. دونك دابا مسحتهم وبديت تنقاد فيهم لي تروك،
اللي بغيت نحط فيهم، وعرفتوا البنات داك الشبكه الاخرى خوات عاوتاني خاصني نقادها ونعاود ندير فيها الشبكه اللي مسحت معكم داك النهار، خاصني حتى هي نقادها لان خويتها شحال من حاجه حيدت منها، خاصني نعاود نستفها من جديد. ايوا كيف تشوفوا البنات رجعت كل حاجه لبلاصتها وعجبني الديكور بزاف، وخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير، قولوا لي كي جاكم هذا الشيء. نتمنى ان الفلوق ديال اليوم يكون عجبكم وكنت خفيفه على قلوبكم، ما تنسونيش في اللايكات الزوينه ديالكم، تنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده. بسلام عليكم.